مشكل يعني مطروح بحكم ان المنطقه يعني مناخ ديالها شبه صحراوي، تساقطات المطريه ضعيفه، ولكن كنتوفروا على مجموعه من الاجراءات، منها ما هو اني ومستعجل ومنها على المدى المتوسط. الحلول الانيه المستعجله بايجاز: اولا تجهيز اثقاب، جوج ثقبين على مستوى منطقه الفيجة وثقب على مستوى منطقه النبش اللي تم الشروع في الاستغلال ديالو البارح. دابا الساكنه زاكوره ما شعرتش بانقطاع في الماء منذ البارحه، والثقبين الاخرين هما في مرحله ديال التجهيز ومد القنوات اللي غتمكن في ظرف 4 شهور ولا 5 شهور تعطي واحد الصبيب اضافي تقريبا 60 لتر في الثانيه. وغنلمسوا بانه هو ما كاينش انقطاع طويل على مستوى التزويد بالماء صالح للشرب. هذه حلول انيه ومستعجله اللي الاعتمادات الماليه ترصدت لها، والصفقات في طور تمرير يعني، والاشغال يعني في جاريه. الحلول على المدى المتوسط: اولا محطه ديال معالجه المياه المالحه. كتعرفوا بان المياه الجوفيه ديال زاكوره مياه الجوده ديالها سيئه، كتميز بواحد الملوحه عاليه كتعدى 10 غرام في اللتر، مما استدعى اننا نعملوا محطه بحال محطه ديال التحليه تقريبا، يعني محطه ديال ازاله الملوحه باش يكون المياه عنده جوده تطابق المواصفات الجوده المعمول بها على الصعيد الوطني. وهذه المحطه اللي كانت عرفت بعض التعثرات، اضطر المكتب انه يفسخ صفقه مع الشركه الاولى وعقد صفقه مع شركه ثانيه. الاشغال بوتيره عاليه ومزيانه وغيتم الشروع فيها قبل ما الصيف 2018. مشروع هيكلي واللي غيقدم واحد الاجابه جذريه لمشكل الماء بدرها على الوسطى هو الان اللي كنشوفوه الان. نحن في سد اكدز اللي عملنا قدر الممكن باش نسرعوا الدراسات ونسرعوا المسطره ديال تمرير الصفقه، والحمد لله الاشغال بوتيره عاليه اللي تجاوزت 13%، لان كان العائق ديال فتح الولوج الطريق تقريبا 18 كيلومتر اخترقت هذه الجبال كامله، استغرقت شويه الوقت. المهم العراقيل دابا تجاوزناها ديال الولوج ديال الطريق، دابا الاشغال هي الان بدات الحفريات الى اخره، وهذا السد غيقدم واحد الاجابه جذريه لمشكل الماء صالح للشرب بدرعة الوسطى، يعني انطلاقا من هذه المنطقه ديال اكدس الى حدود المحاميد، مرورا بتاكونيت، مرورا بتمكروت، مرورا بجماعات القرويه، مرورا بزاكوره ايضا اللي ما غتبقاش الساكنه ديالها وغيتم الانتهاء ديالو في 2021. نتمنى ايضا ان المحطه ديال المعالجه والقنوات انها تكون واجده لما يتم الشروع الانتهاء من السد، باش يكون مشروع مندمج وهيكلي وما نبقاوش نسمعوا المشكل ديال الماء عند ساكنه زاكوره.